ازيكم يا مواليد برج الحوت، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الحوت ليوم الثلاث 4 يناير 2022. بيعمل المريخ النهارده معاك وبيعدك بلحظات رومانسيه مش هتنساها مع كل اللي مقربين بالنسبه لي. السعادة في متناول يديك وهتكون منهمكة بنهاية اليوم، وهيكون من الجيد انك بتحصل على استراحة كاملة وانك تستمتع ببعض الهواء النقي اليوم. بالنسبة لمزاجك اليوم هتبدأ في انك تجري تغيرات هتفيدك في حياتك اليومية او تحصل على الهام موجود فيها، وما تضيعوش الوقت في التردد. بالنسبة ليك عاطفيا أصبح مجالك العاطفي أكثر استقرار، وانت هتتجه نحو سلام أكبر داخل نفسك، وهيمكنك ده من انك تركز أكثر على خططكم المشتركة كزوجين هتحدث عنها وهتقوم ببعض التقصي الحقائق المهمة جدا اليوم. بالنسبة لك مهنيا هيتم تطوير إبداعك جيدا، وهيكون عندك الإلهام علشان تلاقي طرق لعشان تبسط بيها أسلوب إدارتك، وهيكون لديك الفرصة علشان تظهر نفسك في أفضل حالاتك، والاعتراف بعملك وأفعالك هيكون مناسب ليك النهاردة. بالنسبة للقمر اليوم هيكون في برج الدلو، وده هيخلينا نشعر بجو إنساني كبير جدا وأخوي، وعواطف هتسيطر علينا وأفكار مفاجأة ورائعة، لكن هيكون في بعض العناد. بالنسبة لتوقعات العشرية الأولى مواليد 19 فبراير ل 28 فبراير، هتقوم النهاردة بتصفية مشاعرك من خلال انك ترشح العقل الخاص بيك، واللي مش هيكون افضل شيء تفعله، وهتجد اليوم اسباب وجيهة لعدم منح ثقتك لاول شخص يظهر ليك. بشكل عام انت هتعمل على حسب غريزتك اليوم. توقعات العشرية الثانية مواليد 1 مارس ل 10 مارس، ستشارك في عملية بيع لسبب وجيه، حيث بيعمل كرمك الطبيعي اليوم على العجائب، ومش هتدخر جهد في إرضاء الآخرين، وهتدرك أن الجميع اليوم هيشاركوك، وهيركز القمر على التزامك، وهيبرز مهاراتك اليوم في أنك تتعامل مع أشخاص جدد. بالنسبة لتوقعات العشرية الثانية مواليد 11 مارس ل 20 مارس، من خلال ممارسة فن يعتمد على تقنية متقدمة هتظهر مهاراتك الفنية اليوم، هيكون عندك موهبة وهتعرف كيف تظهرها، وهتقضي يومك اليوم في الإبداع، وهتكون مستوحي من روح العصر الجديد. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا. ما تنسوش تدعموني باللايك او الكومنتات، او حتى تشيروا الفيديوهات على حساباتكم الخاصة او لمحبي الابراج، علشان المشاهدات ضعيفة جدا وعدد المشتركين كبير، فالفيديوهات مش واصلة لكل المشتركين.